نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم كن عونا لإخواننا في كشمير والهند يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم ثباتا ونصرا وقوة من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم شد أزرهم بملائكة من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أيقظ الغيرة في قلوب المسلمين لنصرة إخوانهم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. حرر بلاد المسلمين، حرر قلوب المسلمين وعقول المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، كما ذكرنا في الخطبة السابقة، حديثنا في هذا الشهر عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا عن الإرهاصات، أي الأمور التي كانت سابقة لميلاده صلى الله عليه وسلم، وكأنه احتفال من الكون كله. أتدرون لماذا؟ لأن الله يريد من هذه الأمة التي تتبع محمداً صلى الله عليه وسلم أن تعرف قدره. انظر في القرآن ماذا يقول ربنا؟ يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله الذي خلقه يصلي عليه، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يصلون عليه. أدري بأن صلاة الله رفعة له، ليس صلاة كصلاتنا، معاذ الله، رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله ذلك؟ يريد أن يبين لنا عظمة هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وعندما يحدثنا عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، ليس كبرا ولا فخر، ولا فخر. سيد المتواضعين هو محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله للكون كله أن يحتفل به، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وانتبهوا، يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح. اتولد من إيه؟ من نكاح لا من سفاح. يعني إيه؟ يعني من زنا. ويقول: وما زلت أتقلب في الأصلاب الطاهرة والأرحام الطاهرة حتى جئت إلى هذه الدنيا. إيه المعنى؟ وليه النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم؟ وإيه هي الحكاية بالضبط يعني؟ ليه النبي بيقول كده؟ عايش في مكة، ومكة أشبه بأمريكا الآن، بالضبط زي أمريكا كده.
نفس الكلام كده، الزنا علنا. طبعا ما كانش عندهم قوم لوط، يعني ما وصلوش لكده، ما وصلوش للحكايه الشذوذ اللي عندهم دول والسحاقيات والاجرام اللي حاصل الان في هذا المجتمع، نسال الله السلامه لنا ولاولادنا. اذا ما كنتوش منتبهين فانتبهوا، وانتوا بتعدوا على ستاربكس كده وبتلاقي اعلام مين؟ قوم لوط. وانت بتشوفها كده كانت مكه فيها انحراف، لكن الانحراف ده ما وصلش للانحراف اللي احنا فيه ده. ما هو ربنا بيقول ايه؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الشيطان صاحبه، يبقى ربنا يعمل معاه ايه؟ هينزله الى الدرك الاسفل. في وسط هذا الجو الكافر سيدنا النبي يقول انا اتولدت من ايه؟ من نكاح. يعني ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم حتى مجيئه من عبد الله وآمنة إلا العفاف والطهر والقدسية والشرف والعزة والنكاح الشرعي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. عبد الله لما شب عن الطوق ما كانش وراهم تعليم، يعني زي دلوقتي يقول لك أنا أتعلم وبعد ما أخلص تعليم أبقى أتجوز ويكون عمل بقى، يعني اللي أنتوا عارفينه الحرام كله يكون عمله في سن المراهقة. لكن لو اتجوز في سن المراهقة، ويعني ايه طالب وبيتجوز؟ ما يتجوز ده في القانون هنا بيبيحوا 16 سنة تتجوز البنت ويتجوز الولد، بيعملهم كده حاجة اسمها ميديشن، بيقعدهم القاضي مع اتنين كده بيقول لك خلاص عايزين نتجوزوا. واصل الميديشن هنا مش متعلمين، مفهموش اصلا، كأنك انت قاعد قدام واحد محقق عايز تتجوزيه، عايز تتجوز، خلاص يجي كده يروح يتجوزه، يرفع الامر للقاضي والقاضي يديهم تصريح بدل ما يقع في الزنا. بدل ما يقع في الزنا، اهو ده اللي حصل مع عبد الله. عبد الله اراد ان يتزوج. ابوه عبد المطلب بحث له عن مين؟ بحث له عن فتاه صالحه. راح جابها منين؟ من المدينه. مش دي اشاره للنبي يكون مهجره للمدينه؟ كويس. فجابه من المدينه، وكان عبد الله بين عينيه وبيص نور، يعني حاجة من النور طالعة كده. فأم قتال أخت ورقة بن نوفل اللي هو عم خديجة، اللي كان بيقول للنبي لما شاف جبريل قال لو عشت لآمنت بك ولا وقفت معك محاربا لمن يعادوك، فكان عنده علم من الكتاب الأول. فهي عمالة تسمع العلم من الكتاب الأول، فنظرت إلى عبد الله، نظرت إلى عبد الله فوجدت فيه وبيص النور هذا، فكانت تتعرض له تريده أن يتزوجها، عايزة إيه؟ عايزة تتجوزه. لكن شاء الله إن عبد الله يتزوج مين؟ آمنة. فبعدما حصل الزواج انتقل وبيص النور هذا من عبد الله لمين؟ لآمنة. فلم تتعرض له أم قتال في الطريق، ما تعرضلوش، فذهب إليها كنت تفعلين كذا وكذا، لماذا لا تفعلي هذا الآن؟ فقالت إنه كان بين عينيك وبيص نور وقد انتقل منك إلى آمنة فأنا لا أريد منك شيئا. فبيسألوها ليه؟ قالت لأنني سمعت من أخي حديثا عن النبي الخاتم محمد، فكنت أريد أن أكون أنا أمه، لكن الله يريد شيئا آخر، أراد آمنة بنت وهب أن تكون أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي من العجائب يعني إن عبد الله وكأنه ما خلق إلا لأنه يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلبه، فلما وضعها في مكانها توفاه الله. سبحان الله يا أخي، سبحان الله، سبحان الله. والعجيب ان ابوه توفى فين كمان؟ في المدينه، يعني امه من المدينه وابوه راح جابها من المدينه وراح يزور اخواله في المدينه مات، وامه بعد كده راحت تزور اخوالها تزور ابوه ماتت هناك فين؟ في المدينه، عشان يبقى قريب يقدر يزورهم، عشان يقدر يزورهم. وقال لهم الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور، الا انه قد جاء الامر لمحمد بزياره قبر امه الا فزوروها. هي مش من الحته اللي هقولها دي، مش من الخطبه، بس خليني اقولها. يعني الكل بيسال ابو النبي وام النبي،
في النار ولا في الجنة؟ يا أخي خد قاعدة كده احفظها، لما تجي لك آية ويجي لك حديث، حتى الحديث لو صحيح، لو أن الحديث صحيحا والآية، الآية القرآن كله جاي متواتر، فمضامين القرآن أقوى من مضامين السنة. طب مضامين القرآن بتقول إيه؟ قالوا لتنذر قوما ما أتاهم من نذيرا من قبلك، وهناك في الإسراء يقول إيه؟ وما كنا معذبين حتى. كويس قوي ما شاء الله، يبقى أبو النبي وأم النبي إيه؟ من أهل الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ويفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى، وكرم ربنا عز وجل واسع جل في علاه سبحانه وتعالى. هذا الزواج، هذا الزواج يبين لنا أمر مهم جدا في حياتنا. الزواج سنة نبوية، والإسلام يحث على الزواج، يحث على الزواج، لكن مش الزواج اللي احنا فيه الآن. الزواج اللي احنا فيه الآن أصبحت الآن المنظمات النسوية لعنها الله بتفعل إيه؟ بتفعل الأفاعيل في الناس، تفعل الأفاعيل في الناس من تمثيليات وأفلام. والطبيعي أنت تسمع من الزوجة تقول لك أنا ما بغسلش، أنا ما بطبخش، أنا مش عايز أعمل، أنا 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 كله إيه؟ كله أنا أنا. أمال أنت جاي ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ تعمل إيه في البيت ده؟ تشتغل إيه في البيت ده؟ تشتغل رئيس ولا إيه؟ ها؟ ليه؟ لأن ما فيش دين، نزعوا الدين ووضعوا هذه الجرائم في قلوب الإيه؟ الناس. شوف القرآن يقول إيه؟ في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن. ها؟ مش سامع؟ مش معها؟ يبقى رومات يا راجل. هو يكنس ويطبخ وهي تكنس وتطبخ، كل واحد يعمل أكل لنفسه. ها؟ قال ليسكن إيه؟ إليها، يسكن إليها، يجد الراحة النفسية معاها، وهي تجد الراحة النفسية معاها، مش في التواصل الاجتماعي وهي مصاحبة وهو مصاحب. أنا بتكلم عن المسلمين، أنا بتكلمش عن غير المسلمين، ماليش دعوة بالكفار، أنا بتكلم عن المسلمين. قال ليسكن إليها مش معها. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، ما أجمل ما يفعله. حتى بعض الناس لما بيدخلوا البيت بيعملوا إيه؟ يغلق التليفون، وده وقت مين؟ وقت الأسرة، وقت الأسرة، هو وزوجته وأبنائه يتواصلوا مع بعض، مش يبقوا قاعدين كلهم خمسة ستة في مكان واحد وكل واحد عايش في عالم آخر، في عالم الفضائيات، هذا اللي بيتفرج على التمثيليات التركية، واللي بيتفرج على على المقاطع الفيديو، واللي عمال يبعت تاكس مسج. هذه ليست حياة يا أخي. قال ليسكن إليها مش يسكن معها. فانتبهوا، الزواج نعمة، ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وقال: تخيروا، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني العرق دساس؟ علماء الوراثة الآن قالوا إن الأبناء بيرثوا من آبائهم وأمهاتهم جينات، وفي القرآن الكريم الكلام ده واضح، وانتوا بتقروها كل يوم جمعة. قال: وكان أبوهما إيه؟ يا سلام، وكان أبوهما صالحا، أبوهما صالحا، فورثوا الصلاح من مين؟ من أبو أمه. سيدنا النبي يقول كمان: تخيروا لنطفكم وانظروا إلى أمهاتهم فإن أبناءكم يكونون كإخوانهن وأخواتهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الأكفاء، تزوجوا الأكفاء. نروح للحديث الجامع في هذا الأمر. إيه الحديث الجامع اللي يكون من بسببه تأتي الذرية الصالحة؟ عبد الله هذا الطاهر المطهر وآمنة، شوف الأسماء يا أخي، اسمه عبد الله، اسمه إيه؟ عبد الله، من العبودية لله، وأمه اسمها إيه؟ آمنة، من الأمان، بنت مين؟ بنت وهب، من مين؟ من الوهاب سبحانه وتعالى، من قبيلة بني زهرة، يعني الورد والتفتح والنجوم والعلو والشرف. شوف يا أخي، شوف ربنا سبحانه وتعالى أحاط سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ عشان نعرف يا مسلمين، يا أتباع محمد قدر رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. يأتي الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا على الزواج، وقال: تنكح المرأة لأربع، أربعة أشياء، مش كده؟ لجمالها، لجمالها، يعني الجمال ده مطلب،
ما انت عايز تتجوز واحدة حلوة، بس في شروط في الجمال. ايه الشرط؟ انها تكون جميلة لجوزها مش جميلة للناس اللي في الشارع. جميلة لمين؟ لجوزها، مش جميلة للناس اللي في الشارع. مش في البيت ريحتها بصل وتوم، وفي الشارع حتى البرفيوم تخرج كده هوت وتحط البتاع اللي بيعملوه في وشهم ده اسمه ايه، الميك اب ولا البيك اب ده، وتلغمط وشها وتطلع عشان كل من هب ودب ينظر اليه. هذا لا يجوز. الجمال يكون لمين؟ للزوج، مش للعرض. مش للعرض يا مسلمة. الزواج ان تكوني جميلة لزوجك مش للناس اللي بره، لان كل واحد هينظر اليك بسبب انت عملتيه في نفسك. ستكتبي عند الله زانية، تنكتب عند ربنا زانية. تخيل انت بقى دينك بقى، تخيل دينك. ايما امرأة خرجت مستعترة فمرت على الناس نظروا اليها فهي ايه؟ جذبتهم هي. شوف بقى اللبس بتاع النساء الان، بتلبس ايه في البيت وبتلبس ايه برا في الشارع، والعياذ بالله. يبقى الجمال ان تكون جمالها لمين؟ لزوجها. اتنين، الا تمن عليه بجمالها. كل ما تشوفه تقول له انت ما كنتش تحلم بي، ده انا اسمها ايه؟ اسمها ايه هي؟ ما اعرفش اسمها ايه. ده انا وانا وانا. مما يذكر يعني في الكتب بتاعت الطرائف ان واحد اعمى تزوج امرأة، فكانت كل ما تشوفه وتقعد في قعدة صفا تقول له اسكت، انت لو ربنا اعطالك بصر كنت شفت جمالي وشفت حلاوتي. والراجل يصبر كل يوم تقول له الكلام ده. اخر ما زهق قال لها ايه؟ قال لها مش تتقي الله فيا؟ والله لو كان فيك ريحة الحلاوة ما تركك المبصرين لأعمى مثلي. والله لو انت حلوة كنت ما كانش عد بصلك. ما بلاش بقى كذب يعني. النقطة الثالثة، الجمال هذا متغير يا اخي. صحيح دلوقتي في نفخ وشد، بس برضو بلاستيك. بلاستيك برضو. طب ايه الجمال الحقيقي؟ هو جمال الدين، الجمال الذي يبقى جمال الروح، جمال الدين والإيمان والتقوى. أن تكون مؤمنة تقية، مؤمنة تقية عابدة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الجمال. إنما جمال المنظر ده أنا ماليش دخل في شكلي، أنا خلقني ربنا كده ماليش دخل فيه. إنما الجمال الحقيقي اللي دخل فيه إن أنا أعمل إيه؟ أكون هذا الجمال فين؟ في قلبي، بإيماني وقربي من ربي سبحانه وتعالى. وإذا كانت جميلة بهذا المعنى يبقى تكون شريفة، عندها شرف، وتكون عزيزة تأنف الذل، وتكون صاحبة خلق، بتسمع كلام زوجها إذا نظر إليها سرت. مش النبي قال كده؟ ساعة ما يبص لها كده ينظر إليها، يا سلام ما شاء الله، بتغنيه عن النظر للحرام. إذا نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها قطعت. هكذا هو، هكذا هو الدين، هكذا الدين. عشان لما أقول ربنا يلعن المنظمات النسائية اللي خربوا على الناس، تبقى تقول أمين بقلب مطمئن، وتبدأ تكلم مراتك وعيالك وتعلمهم يعني إيه الدين الحقيقي، ويعني إيه المرأة المسلمة، كيف تقف هذه المرأة بجوار زوجها تنصره، تنصره حتى تكون معه زوجة في الدنيا وفي الآخرة، وحتى يكون النسل الآتي منهما نسل مبارك كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هديه لجمالها. اثنان، ومالها. الأصل في الإسلام ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والله يا إخوة من كام سنة كده كنت بدرس في الجامعة وكنا طرحنا مواضيع كده من ضمن المواضيع دي، فقالت لي واحدة ممن تدرس عندي وكانت جدة أنا ذلك، قالت والله إن المرأة إذا عملت وشعرت بقوتها أصبحت فرعون على زوجها. قلت لها مش كلهم؟ قالت لي معظمهم. قلت لها مش كلهم؟ قالت لي معظمهم. بالاستقراء على مر السنين اللي احنا عشناها في هذه الحياة رأينا ذلك واقعا مستقرا.
لكن لما تكون صاحبة الدين بيبقى الأمر مختلف. صاحبة الدين أمر مختلف، وبتعمل في المجال الذي يناسب المرأة المسلمة الأمر مختلف. وإذا خرجت بتخرج بالزي الإسلامي اللي ربنا أمر به واللي النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه الأمر مختلف. يبقى لمالها، لجمالها ومالها، وإيه كمان؟ وحسبها، تكون شريفة عشان يطلع نسلك شريف. طب بالتالي هنا خلينا نقف موقف حلو. طب والزواج من الأمريكيات إيه رأيك؟ شريفة؟ يا شريفة مش كده؟ وما شريفة مظبوط ولا إيه؟ إحنا في منبر ما ينفعش نقول أكتر من كده. ما ينفعش. أنا عارف إن العلماء اختلفوا في زواج النصرانية واليهودية، الجمهور على إنه مباح، إنه يجوز، يعني إنه يجوز، لكن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بيمنعون، وقال لا أعلم شركا أعظم ممن يقول أن لله ولد، حاشاه سبحانه وتعالى. ولا تنكحوا الإيه؟ المشركين حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وربنا علل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال التعليل إيه؟ أولئك يدعون إلى النار، إلى النار. طيب سؤال، أسلمت خير، بس أنت عارف في البلاد اللي إحنا عايشين فيها إن الزواج هنا من غير العربيات، من غير جنسيتك المسلمة اللي تربت على الإسلام، عبارة عن إيه؟ عن قنبلة موقوتة. هم تربوا على التغيير. ما تقوليش دي قاعدة عامة، دي مش قاعدة عامة، بس نسبة الغالبية 95%. يعني لو في 100 واحد مسلم متجوز 100 واحدة غير عربية، غير يعني الأمريكيات أو غير، لكنها مسلمة، مسلمة، بينجح 3%، 4%، 5%. واللي عنده كلام غير اللي أنا بقوله كده يعترض عليا وأنا على المنبر أهو، يعترض عليا. واللي مش مصدق يبقى يجي يقعد عندي في المكتب ونوريه الأجندة السوداء اللي عندي اللي بكتب فيها المشاكل بين الرجالة والنسوان. هي أجندة سوداء من كثرة المشاكل، اسودت كمان، هي سوداء واسودت من كثرة المشاكل، نفرجك عليه. بعد 5 سنين بتفرقع. طب ولو فرقعت بتروح على فين؟ هل بتظل على إسلامها؟ طب وهل هتربي أبنائك على الإسلام؟ وهل ترضى أن تكون هذه البطن وعاء لابنك من يحمل اسمك، أو ابنتك التي تحمل اسمك المسلمة والمسلم؟ طب وليه أنتم متعنتين في الزواج؟ لما يجي لك واحد يتجوز بنتك تقول له أنت معاك الجنسية ولا معاكش الجنسية؟ طب أنا هقول لك على حاجة بسيطة قوي. أصلاً المراهنات هنا في الإحصائيات بيقولوا الجنريشن الثالث بتاعنا أو الرابع هيكونوا كفار. هم بيقولوا كده، بيقولوا كده. أنت أنا هعلم ابني كام في المية من الإسلام؟ وابنه هياخد كام في المية من الإسلام يعلم ابنه؟ طب واللي بعديه؟ هيدوبوا. إنما لما تيجي بنت من هناك معهاش جنسية، أو ولد من هناك معهوش جنسية، وأنا جوزت ابني، أجوزت بنتي، يبقى عملت إيه؟ يبقى رفعت المستوى الإيه؟ الإسلامي والديني في قلبه وفي قلبها. طب ما فيه بياخدوا الورق ويطلقوها، وفيه مش يا أخي، ما تختار يا أخي. ما النبي قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، لأنه ممكن يصلي وبره يطلع أبو جهل بيعيط في الجامعة وتيجي تعامله ورا تحس أنت بتعامل مع أبو لهب. عشان كده قال النبي كده، قال دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا إياكم ألا تفعلوا، يعني النبي يقول كده، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. سيدنا النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث بإيه بقى؟ قال تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها وإيه؟ ودينها. هذه مطالب، لكن أعظم المطالب إيه؟ قال له فاظفر، فاظفر من الظفر، الظفر اللي هو إيه؟ النصر، الانتصار. يبقى أنت حققت انتصار كبير قوي في حياتك. ليه؟ لأنها تكون مطمئن البال،
وأولادك هيتربوا على الإسلام. فاظفر بذات الدين تربت يداك. عشان كده العلماء قالوا لما تيجي تتجوز ما تنظرش لأبوها. أبوها ممكن يكون محترم جدا، لكن ممكن يكون ما عندوش شخصية. دي مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. إنما انظر لمين؟ المحترم، المحترم. فإذا كانت محترمة، محترمة والراجل محترم طبعا، يبقى بتعمل إيه؟ يبقى هو علمها الاحترام وأخذ بإيدها إلى دين الإسلام، وعلمها الأصول اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. آه طبعا تقبل، مش كده؟ الطيب بيقبل الطيب والخبيث بيقبل الخبيث، هذا معروف، هذا معروف. لكن إذا كانت هي مش محترمة وهو عامل محترم، هتعرف أو هو محترم، تعرف إنه ما عندوش شخصية، ما عندوش شخصية. إياك تدخل هذا البيت، إياك تدخل هذا البيت، وإلا العاقبة ستكون إيه؟ المحاكم الأمريكية والناين ون ون. آه والله ده طبيعي خالص، ده طبيعي، ده طبيعي اللي أنا بحكيه لك، ده طبيعي، ده خبرة 20 سنة معاكم يعني. آه المحاكم والناين ون والخراب والسمعة السيئة والكذب والافتراء للنهار، ولن تسلم، ولن تسلم، لأن في مرضى بيصدقوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يأتي إلى هذه الدنيا اختار له مين؟ أشرف الخلق في ذلك الزمن أبوه عبد الله، وأشرف النساء في ذلك الزمن أمه آمنة، ثم جاء عبر القنوات المشروعة، ولدت من نكاح لا من سفاح. هذا بيبعث على كل واحد فينا متزوج يعمل ايه؟ خد بإيد مراتك للإسلام، خد وسائل، اتعلم وسائل جديدة، مش شرط تقف عند حد معين كده، خد سكيلز كده ازاي تتعلم تتعامل معاها. لو انت مشيت معاها في الطريق ده ما مشاش، مشي معاها في طريق تاني، في طريق ثالث، في طريق رابع، خامس، سادس، سابع، في طرق كثيرة جدا جدا توصلك إلى الهدف. وكلما كنت صادقا في إصلاح نفسك وإصلاح أسرتك، ربنا سبحانه وتعالى سيصلحك ويصلح بيتك ويصلح أسرتك، إلا إذا كان سبق قدر الله سبحانه وتعالى بالبلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص إذا سبق قدر الله بالبلاء، خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور لابد أن ترعاها. رسالة إلى الآباء والأمهات، زوجوا أبناءكم وبناتكم من ترضون دينه وخلقه كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تقفوا عند حدود الجنسية وغير الجنسية، سهلوا على الناس، يسروا على الناس، لأن الأيسر مهورا أكثرهن بركة. أنا عارف عادتنا اللي من هناك، احنا نقلناها هنا، مهرها كام؟ 50,000، مهرها كام؟ 25,000، أصل الفرح بيتكلف 40,000، 40,000 إيه؟ 40,000 دولار، والله حاجة تخض، والله العظيم حاجة تخض، يعني حاجة تخض، 40,000 دولار، ده 40,000 دولار يجوز كم واحد في البلاد العربية؟ مش ربنا قال وأنكحوا الكلام للجماعة المؤمنة، الأيام منكم الأيم، كلمة بتحمل الاثنين، اللي هو الرجل الذي ليس له زوجة أو المرأة التي ليس لها زوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. 40,000 هتصرفهم على أكل وشرب وطبل. اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بناتكم وأبنائكم. هذا أمر لابد أن تضعه في عقلك، وكلما تيسر ييسر الله عليك. ووالله كل من يشدد يشدد الله عليه، كل من يشدد يشدد الله عليه. طيب قاعديها جنبك عشان بتدوري على واحد بجنسية، ولما يجي لك بجنسية يوريها الويل، يوريها الويل وسواد الليل، وابدأوا بقى روحوا للثربي وروحوا مش عارف مين وروحوا لمين، ويلا كل واحد السلام عليكم. هذا ليس زواج، الزواج هذا عقد شريف. ربنا قال في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، في القرآن الكريم ميثاقا غليظا. يبقى لابد أن تؤسسوا بيوتكم، اجعلوا بيوتكم بيوت الشرف والعزة والإيمان
والتقوى واليقين، هذا هو الأساس. ولذلك كان من نتاج هذا الزواج الصالح خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وبناتنا وأبناءنا والمسلمين، وأن يوفق المؤمنين إلى الخير، اللهم آمين. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعو الله.